تقول على لعيب ان هو ما عندوش كاريزما، انت بتصف صفه فيه انت شايفها فعلا. بمعنى يعني اللعيب يا كابتن اللي عنده كاريزما ده اللي تبقى الناس متشوقه عايزه تشوفه في كل حاجه بيعملها. يعني زي مارادونا مثلا. مارادونا ده كنت انت قصه تانية خالص يعني، بس لعيبه كتيره جدا مقرب ايه ده، ديفيد بيكهام، ناس كتيره جدا. انا وانا بلعب كان عندي كاريزما طبعا، كان غصب عن المخرج لازم يجيب الكاميرا عليا، صح؟ لازم هو ميدو عامل ايه في شعره النهارده، عامل ايه هيقول ايه للحكم، هيقول ايه للعيبه. دي الكاريزما بتاعت اللعيب اللي هي بتزوده يعني، حتى لو هو امكانياته ممكن تكون فوق المتوسطه، ممكن ان هي توصله لاعلى مستوى زي ديفيد بيكهام على سبيل المثال. فانا لما كنت بقول كده على محمد صلاح وبقول كده، مش قصدي ان انا هاجمه، بالعكس ده انا اكتر واحد امنيه حياتي ان محمد صلاح يبقى لعيب كبير، او يعني يبقى لعيب يعني او يخطو خطوات افضل من اللي هو موجود فيها. ف مش عايز الناس ساعات لما بقول حاجه، عارف يا كابتن مدحت بزعل ليه؟ لان ساعات بتقول حاجه ان انت بتبقى بتقصد بيها خير، او مش بتقصد بيها خير، انت بتقصد بيها فعلا بتقول رايك في حاجه، والناس تاخدها في حته ايه، ده وارد يعني، الناس تسقها في حته ايه، ان ده مش عايز فلان احسن منه. جماعه ده انا اكتر واحد في التاريخ كنت بساعد لعيبه مصريين تطلع اوروبا. واضرب حضرتك مثال، اسالوا محمد شوقي مين اللي جابه ميدلزبرا. انا اللي جبته ميدلزبرا. حسام غالي مين اللي جابه توتنهام. انا حاربت على حسام غالي عشان يجي توتنهام. يعني فانا لو انا راجل ان انا مش عايز يبقى في محترف غيري وانا ميدو بتاع، ما كنتش عملت كل الكلام ده. وانا صغير عيل صغير في جنت وانا عندي 17 سنه، شوف حضرتك سفرت مين، سفرت جمال حمزه عمل اختبارات في جنت، سفرت محمد محسن ابو جريشه عمل اختبارات في جنت، سفرت ابراهيم سعيد عمل، لو حضرتك تفتكر لما قالوا ان هو هرب من الاهلي، انا اللي كنت مسفره وراح جنت فكل اللعيبه دول انا كنت بسعى لها ان هي تروح بره تسافر وتحترف واساعدها وكل الكلام ده. فساعات بقول كلام وفعلا انا بقى يعني انا اقصد بيه ان ده فعلا رايي تجاه اخر.